السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم بشرح قاعدة أقسام الفعل من حيث الزمن، حيث يقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: الزمن الماضي والمضارع والأمر. يأتي الفعل الماضي مبنيا، حيث يبنى الفعل الماضي على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. والآن متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ يأتي مبنيا إذا لم يتصل الفعل بشيء، فنقول كتب. وثانيا إذا اتصل الفعل بألف الاثنين، فنقول كتبا. ثالثا إذا اتصل الفعل بتاء التأنيث الساكنة، فنقول كتبت. رابعا إذا اتصل الفعل بضمائر النصب المختصرة في كلمة ناهيك، فنقول قابلنا وقابله وقابلني وقابلك. ثانيا يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل الفعل بواو الجماعة، فنقول كتبوا. ثالثا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل الفعل بضمير رفع متحرك، فضمائر الرفع هي التاء المتحركة وناء الفاعلين ونون النسوة. التاء المتحركة فنقول كتبت وكتبت وكتبت، كتبت تاء المتكلم وكتبت تاء المخاطب المذكر وكتبت تاء المخاطبة المؤنث. ناء الفاعلين هي ما دلت على من قام بالفعل، فنقول كتبنا ولعبنا. وعليك يا عزيزتي الطالبة أن تميزي بين ناء الفاعل التي تأتي في محل رفع وناء المفعول التي تأتي في محل نصب. فناء التي تأتي في محل نصب يكون ما قبلها مفتوحا، أي ينتهي الفعل بالفعل الماضي بفتحة، وناء التي تأتي في محل رفع يكون الفعل الماضي مبنيا على السكون. نهاية نون النسوة يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به، فنقول كتبنا. الآن سننتقل إلى الفعل المضارع. يأتي الفعل المضارع معربا. ماذا نقصد بمعرب؟ أي أنه يأتي حسب موقعه بالجملة، يعرب حسب موقعه بالجملة. فيأتي معربا إذا لم يسبق بناصب أو بجازم، فيأتي إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. يأتي مرفوعا إما بالضمة أو بثبوت النون أو بالحركات المقدرة إذا كان الفعل معتل الآخر. إذا كان صحيح الآخر نقول يكتب، فنقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. إذا اتصل الفعل الماضي المضارع بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فنقول يكتبون. ويرفع بالحركات المقدرة إذا كان الفعل معتل الآخر، أي بالضمة المقدرة، فنقول يسعى. فهنا يقدر على الألف للتعذر، نقول فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر. ويقدر على الواو والياء للثقل، فنقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو أو الياء للثقل. ثانيا يأتي الفعل المضارع منصوبا إذا سبق الفعل بأحد أحرف النصب، وهي أن، لن، كي، حتى، لام التعليل. ينصب الفعل المضارع إما بالفتحة أو بحذف النون أو بالفتحة المقدرة. يأتي منصوبا بالفتحة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو والياء، فنقول لن يكتب، لن يرمي، لن يدعو. ويأتي منصوبا بحذف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، فنقول أن يكتبوا. ويأتي منصوبا بالحركات المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف، فهنا تأتي الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ثالثا يأتي الفعل المضارع مجزوما إذا سبق الفعل بأحد أحرف الجزم، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، حيث يجزم بالسكون فنقول لم يكتب. ويجزم بحذف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، فنقول لتكتبوا.
لتكتبوا، فحذفت هنا النون، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر، فنقول لم يدعو. والآن عليك يا عزيزتي الطالبة أن تنظري إلى هذه الأفعال معتلة الآخر، تأتي منتهية بحركة تناسب الحرف الذي تم حذفه، فنقول يرمي، ندخل على الفعل حرفا من حروف الجزم نقول لم يرمي. هنا هذه الكسرة عوضا عن الياء المحذوفة، لكنها لا تعتبر علامة إعرابية، إنما هي تدل على الحرف المحذوف. يدعو تم حذف الواو، وضعنا عوضا عنها الضمة. يرى، لا ترى، هنا حذفت الألف ووضعت الفتحة. وأعيد وأؤكد أن هذه الحركات لا تدل على حالة إعرابية، إنما تدل على الحرف الذي حذف، حيث يجزم الفعل المضارع المعتل الآخر بحذف حرف العلة. يأتي الفعل المضارع مبنيا في حالتين، يأتي مبنيا على السكون ويأتي مبنيا على الفتح. متى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ إذا اتصل بنون النسوة، فنقول الأمهات يعلمن الأبناء حسن الخلق. ويبنى على الفتح إذا اتصل الفعل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، والله لأذاكرن دروسي، أو أقول والله لأذاكرن دروسي. فهنا نون التوكيد الثقيلة تكون منتهية بشدة، والخفيفة تنتهي بسكون، أما نون النسوة تنتهي بفتحة. الآن سننتقل نهاية إلى فعل الأمر. يعرف فعل الأمر يأتي دائما مبنيا، أي أنه تأتي حركة عليه تناسبه دائما لا تتغير، فنقول فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعة، أي أن فعل الأمر يأتي بالحركات التي سنتحدث عنها الآن، مبنيا إما على السكون أو على الفتح أو على حذف النون أو على حذف حرف العلة. يأتي مبنيا على السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، فنقول انظر، انطلق. ثانيا يأتي مبنيا على السكون إذا اتصل الفعل بنون النسوة، فنقول اسمعنا. ويأتي مبنيا على الفتح إذا اتصل الفعل الأمر بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فنقول احرصن أو احرصن. ويأتي مبنيا على حذف النون إذا اتصل الفعل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فنقول انظروا، انظرا، انظري، انظروا، انظرا، انظري. هنا بنية على حذف النون لاتصاله إما بواو الجماعة أو بألف الاثنين أو بياء المخاطبة. نهاية يأتي فعل الأمر مبنيا على حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر، فنقول ادعو، اسعى، ارمي. ونفس الملاحظة التي ذكرت على الفعل المضارع المجزوم، أن هذه الحركات لا تدل على حالة إعرابية، إنما تدل على الحرف الذي تم حذفه، ويعرب فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وهنا نكون قد وصلنا عزيزاتي إلى نهاية إعراب الفعل.